مشان اللي متابعينا يسعد اوقاتكم. اهلا وسهلا فيكم مع حلوات العنبتاوي. حلوات العنبتاوي اصل الحلو ودائما اعتمدوا فروعه الخمسه في فلسطين حتى هذه اللحظه، من في جنين وقلقيليا وعتيل وطول كرم ورام الله. حلوات العنبتاوي اصل الحلو، دائما دور على الاصل بتلاقي حلوات العنبتاوي، فدائما ما الك الا الاصل عنبتاوي. مشان اللي متابعينا تعالوا معنا في هالجوله الحلوه واجواء رمضانيه دائما مع حلوات العنبتاوي في قلقيليا، دائما مدخل قلقيليا الرئيسي. تعالوا معنا في الجولة الحلوة، جوائز وهدايا مع حلوات العنبتاوي، رمضان كريم. احنا مع حلوات العنبتاوي اول قلقيليا، عنبتاوي معروف اصل الحلو. صحيح، محمد ريان. محمد ريان. ريان. نعم. طب هو ريان شو؟ وين هذا؟ ريان باب الجنة. باب الجنة. يدخل منه الصائمون. يا عين عليك، هذه بداية المشوار تدريب. طيب يا جامع المال في الدنيا لوارثه، هل أنت بالمال بعد الموت تنتفع؟ مين القائل؟ الإمام الشافعي. الإمام الشافعي؟ لا ما أظن. عيد ال يا جامع المال في الدنيا لوارثه، هل أنت بالمال بعد الموت تنتفع؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب برضو ما أظن. أشكرك. شو يا سيدي البلد؟ سمعته؟ نبيل؟ والله ما بعرف. والله ما بعرف. شو يا باشا؟ احنا مع حلوات العنبتاوي. يا جامع المال في الدنيا لوارثه، هل انت بالمال بعد الموت تنتفع؟ لمين هذا؟ مين اللي قاله؟ اللي قاله انا، اللي قاله ابو يحيى. شو مين؟ انت اللي قلته. لا مش انا قلته. شو؟ نزار قباني. قباني يا شاعر النساء، انت مبسوط عليه. شو السؤال؟ شو السؤال؟ السؤال من القائل يا جمع المال في الدنيا لوارثه، هل انت بالمال بعد الموت تنتفع؟ من القائل؟ احمد شوقي. احمد شوقي؟ لا ولا محمود درويش مقاومي ولا ابراهيم توقان. اشكرك اشكرك. تعال شوف كيفك. الحمد لله. شو اسمك؟ ساري. منيح الواحد يتعرك البملوخيه، منيح طبخه ممتازه. اسمع شو اسمك؟ ساري. اسمك؟ ساري. 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 من القائل يا جامع المال في الدنيا لوارثه، هل أنت بالمال بعد الموت تنتفع؟ مين القائل؟ القائل. القائل. مين اللي حكى هذا بيت الشعر؟ اللي حكى بيت الشعر. لا. هو قال أحمد شوقي ولا لا؟ لا لا. مش أحمد شوقي. مش أحمد شوقي. مين؟ نزار قباني. شو يا سيدي؟ شو السؤال؟ سؤال من القائل يا صاحب يا جامع المال في الدنيا لوارثه، هل انت بالمال بعد الموت تنتفع؟ يعني انت جمعت كل هالاموال ماشي، شو يعني بعد الموت؟ جواب محلي. لا بعرفش. مش نزار قباني المتنبي؟ لا لا مش المتنبي. يعني بدك تطعمنا؟ يعني انا شو بدي اسوي؟ مش عارف اجاوب. مش عارف اجاوب. طيب شو عاصم؟ مين؟ الحكم. ابو الحكم. ابو الحكم. ابو الحكم. اول مره بسمعيه يا زلمه. اول مره بسمعيه ابو الحكم. طيب شو اسمك؟ حسن. 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 شو عاصمة امريكا بتعرف؟ واشنطن. هاي من حلوات العنبتاوي اول قلقيليا تاخذها من عندي. شكرا لك. شكرا. سألناهم مغلبهم هسه مغلبهم. يا جامع المال في في الدنيا لوارثه، هل انت بالمال بعد الموت تنتفع؟ من القائل؟ قال لا. اللي قال المعري هذا. معري. طبعا في ناس في ناس جاوبوا من بعيد قالوا بالعتاهي صح، بس راحت عليهم. طيب اشكرك. متى وأين قامت معركة الماراثون التي اشتك منها اسم سباك الماراثون على اسمها؟ ما عنديش والله معلومات للأسف. شو يا قائد؟ شو القائد اللي بيعرف الماراثون؟ يلا محمود. شو يا سيدي؟ الله يخليك. يلا محمود. الماراثون سمعت فيه بس مش عارف شو، نسيته. متى وأين قامت معركة الماراثون التي اشتك منها اسم سباك الماراثون؟ في عنا سباك ماراثون دائما بسموه، من وين؟ طب سؤال ثاني ما فيش. لسه هسه غير. والله مش عارف هذا. شو يا سيدي البلد؟ 1896. شو؟
1945. الإجابة غلط. وين بس؟ لوس أنجلوس. لا مش لوس أنجلوس. والله وين؟ لا 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 وين؟ وين؟ في أثينا، في أثينا يا جماعة، في أثينا مش الولايات المتحدة. جوابك صح. لا بس في أثينا. هاي من حلويات العنبتاوي. مبروك عليك. يلا تفضل. مبروك عليك. مع حلويات العنبتاوي أصل الحلو. أول قلقيلي عندكم. أهلا وسهلا. طيب هلا في عندنا شو اسمك؟ محمد. محمد. تطل تركيا على أربعة بحار، البحر المتوسط وبحر إيجا والبحر الأسود، فما هو البحر الرابع؟ البحر المتوسط إيش؟ بحر إيجا والبحر الأسود، مين البحر الرابع؟ أسود. اسألوه بكلكم شو الجواب؟ شو؟ شو الجواب؟ بعرف شو رأيك؟ بعرف إيجا. أعيده. تطل تركيا على أربعة بحار، البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجا، ابن على الكاميرا حبيبي شوي، والبحر الأسود، فما هو البحر الرابع؟ بحر إيجا. بحر إيجا ما يذكر إيجا. الرابع مين هو الرابع؟ البحر الرابع. اسمع مرحبا. أهلين. كيفك؟ الحمد لله. كل عام وأنت بخير. أنت بخير. رمضان كريم. سألنا للباشا تطل تركيا على أربعة بحار، البحر المتوسط وبحر إيجا والبحر الأسود، فما هو البحر الرابع؟ البحر البحر الأحمر. البحر الأحمر. لا لا مرمرة. بحر مرمرة. هيك سمعت يا باشا. بحر مرمرة. هاي من حلويات اللي عم بتاوي أصل حلو. أول قلقيلية هديتك مباشرة. شو بتحكي لهم؟ بارك الله فيهم. كل عام بخير. أنت بخير. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا. افطارا هنيئا صوما مقبولا وتقبل الله الطاعات. نور الكاميرا براء عمر خباب الاسمر ومني انا منتصر عنان. الى اللقاء.